السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد كباكا من قناة كباكا تي في، رئيس أركان البتاع قال لك أعددنا خطط قتالية للتعامل مع احتمال تطوير قنبلة نووية إيرانية. فيا جماعة حد يترجم له عبري ويقول له هما لما يعملوا قنبلة نووية هيفجروك في ساعتها، قتالية ايه وبتنجنية ايه؟ مش هتلحق انت تفكر نفسك نادي المبا ببجي. فيعني ربنا ياخدهم قادر على كل شيء ونرتاح منهم. ويا فلسطين يا فلسطين احنا معاكي ليوم الدين. طبعا احنا عيال صغيرة كده في رابعة ابتدائي كنا بننزل حوش المدرسة ايام محمد الدرة الله يرحمه يعني، وكانت المدرسين بيخلونا نهتف يا فلسطين يا فلسطين احنا معاك اليوم الدين. هكذا تربينا. سلام.